أعزائي طلبة الصف الثالث، السلام عليكم. في درس سابق تكلمنا عن الفصل الأول، تكلمنا عن قوانين قانون كولوم وقانون المجال الكهربائي. فاليوم عندنا الفصل الثاني. الفصل الثاني هو أبسط فصل موجود عندي في المنهج للصف الثالث المتوسط، أبسط فصل، لأن لا بي قوانين لا مسائل فيزيائية، ما بي بس شرح، والشرح مالته أيضا كلش بسيط. عندنا الفصل الثاني يتكلم عن المغناطيسية. عندي سؤال وزاري، ما الفائدة العملية من المغناطيسية؟ شنو استفاد من المغناطيسية؟ أولا أو تقول جواب، تلعب المغناطيسية دورا مهما في حياتنا اليومية. فمثلا تستعمل المغانط الكهربائية الضخمة في رفع قطع الحديد أو ما احنا نسميه السكراب، وكذلك تستعمل في مولدات الصوت بين قوسين السماعات، يعني في جميع السماعات عندي مغناطيس، وكذلك في البوصلة، البوصلة أيضا نحتاج المغناطيس في البوصلة، وفي الحروف المطبعية للآلة الكاتبة، يعني عندنا الكاتبة، هاي الكاتبة نحتاج أيضا فيها المغناطيس. عندنا سؤال آخر وزاري، ما المقصود بأبرة البوصلة؟ ما المقصود بأبرة البوصلة؟ هي مغناطيس دائمي صغير يمكنه الدوران بحرية في مستوى أفقي حول محور شاقولي مدبب. عندك المواد المغناطيسية، المواد المغناطيسية عندك ثلاث مواد مغناطيسية. عندك المادة الأولى هي المادة الداية مغناطيسية، وعندك المادة الثانية البارا مغناطيسية، وعندك المادة الثالثة هي الفيرو مغناطيسية. احنا لازم نجي نتكلم عن كل مادة. المادة الأولى، أو يجيني سؤال وزاري، هنا هذا السؤال وزاري، تصنف المواد المختلفة وفقا إلى خواصها المغناطيسية إلى أنواع أذكرها. أعزائي الطلبة، على هذا السؤال أو هالثلاث نقاط يجوز يجيك على شكل مقارنة، قارن مثلا بين الداية مغناطيسية والبارا مغناطيسية، أو الداية مغناطيسية والفيرو مغناطيسية، أو البارا مغناطيسية والفيرو مغناطيسية حسب السؤال، أو يقول لك عددهن وأشرح. هنا عندك أولا الداية مغناطيسية، تقول له الداية مغناطيسية هي المواد التي تتنافر مع منه؟ مع المغناطيس القوي، ماشي. هل تنافرش به؟ تنافرا ضعيفا. أقول له هي المواد التي تتنافر مع مغناطيس القوي تنافرا ضعيفا، مثل البزموث، الفسفور، الرصاص، القصدير، عندك وإلى آخرها. أكو هواي مواد تتنافر مع المغناطيس القوي تنافرا ضعيفا، هاي مواد الداية مغناطيسية. عندك ثانيا البارا مغناطيسية، عكس الداية مغناطيسية، هي المواد التي تنجذب بالمغناطيس القوي تجاذبا ضعيفا، مثل اليورانيوم، البلاتين، الزجاج، عند إلى آخره. أكو هواي عندك مواد تتجاذب مع مغناطيس القوي تجاذبا ضعيفا، ماشي. عندك الفيرومغناطيسية، الفيرومغناطيسية أعزائي الطلبة أقول له هي المواد التي تنجذب بالمغناطيس الاعتيادي، مو شرط إلا قوي، مو مثل ما بالداية والبارا، بالداية والبارا لازم المغناطيس شبيه قوي، هنا عندك المغناطيس لازم قوي، بس بالفيرو لا، المغناطيس اعتيادي. أقول له الفيرومغناطيسية هي المواد التي تنجذب بالمغناطيس الاعتيادي، فهي تمتلك قابلية تمغنط عالية، مثل الحديد، الفولاذ، النيكل وإلى آخره. عندك مواد مثل الحديد، الفولاذ، تنجذب بالمغناطيس الاعتيادي
تجاذبا قويا، فهي تمتلك قابلية تمغنط عالية. عندك الأقطاب المغناطيسية بالكهرباء، بالفصل الأول قلنا قطبين مغناطيسي، قطبين يعني، أو عندك قطبين كهربائيين، عندك شحنة سالبة أو قطب سالب قطب موجب. بالمغناطيس بالفصل الثاني تقريبا نفس الفصل الأول. بالفصل الثاني عندك قطبين، بس ما نقول قطب سالب قطب موجب، لا نقول قطب شمالي وقطب جنوبي. أقول الأقطاب المغناطيسية، المغناطيس يحتوي على قطبين، أحدهما يسمى القطب الشمالي N، أو أسميه الباحث عن الشمال، والآخر يسمى القطب الجنوبي S أو الباحث عن الجنوب. ماشي، هسه ايش كم قطب عندي بالمغناطيس؟ قطبين، قطب شمالي قطب جنوبي. الشمال يرمز له برمز N والجنوب يرمز له برمز S. القطب المغناطيسي أقول له هنا وهو عبارة عن منطقة في المغناطيس يكون عندها مقدار القوة المغناطيسية أعظم ما يمكن. يعني بالأقطاب المغناطيسية تكون القوة أعظم ما يمكن. مميزات القطب المغناطيسي، شنو مميزاتها؟ أولا لا توجد بشكل منفرد، مستحيل أن يكون عندي مغناطيس بقطب واحد، يعني مثلا بي عندي بس قطب شمالي أو مغناطيس بس عندي بي قطب جنوبي، ما يرهم، لازم عندي مغناطيس بقطبين. اثنين، توجد بشكل أزواج متساوية. متساوية بالشنو؟ بالمقدار، يعني أزواج متساوية بالمقدار، مقاديرها متساوية ومختلفة في النوع، مختلفة في النوع. ثالثا، إذا قطع المغناطيس إلى قطع صغيرة فإن كل قطعة تحتوي على قطبين شمالي والآخر جنوبي. مثلا إذا أنت عندك مغناطيس وقطعت هالمغناطيس إلى عدة قطع صغيرة، راح تلاحظ أنه كل قطعة صغيرة مهما كانت حجمها تمتلك قطبين، قطب سالب وقطب موجب. عندي سؤال وزاري، تزداد قوة الجذب عند طرفي المغناطيس وليس عند منتصفه. يعني يقول عندك قوة المغناطيس بالأقطاب تكون أقوى من المنتصف لأن طرفي المغناطيس هما مركزي القطبين واللذين تتركز عندها قوة الجذب المغناطيسي، بينما منتصف المغناطيس فتكون فيه أضعف قوة الجذب أو معدومة. يعني في منتصف المغناطيس قوة الجذب تكون قليلة جدا أو ضعيفة أو معدومة. سؤال وزاري، هل يمكن الحصول على قطب مغناطيسي واحد ولماذا؟ أقدر أحصل على قطب مغناطيسي واحد وليش؟ كلا، لأن خطوط المجال المغناطيسي هي مغلقة، تنبع من القطب الشمالي وتنتهي في القطب الجنوبي خارج المغناطيس، وتكمل دورتها داخل المغناطيس نحو القطب الشمالي. عندك ملاحظتين، قلنا بالفصل الأول الأقطاب أو الشحنات المتشابهة تتنافر مع بعضها والشحنات المختلفة هنا عندي تتجاذب مع بعضها، ولكن بالمغناطيس نفس الكلام بس ما نقول شحنة، نقول الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر مع بعضها والأقطاب المغناطيسية المختلفة تتجاذب مع بعضها. عندنا المجال المغناطيسي وهو الحيز الذي يحيط بالمغناطيس والذي يظهر فيه تأثير القوة المغناطيسية. ماشي، عندي سؤال وزاري، ما هي صفات خطوط المجال المغناطيسي؟ عندك ثلاث صفات لخطوط المجال المغناطيسي، أولا خطوط وهمية، اثنين خطوط مقفلة، ثالثا
تتجه من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي خارج المغناطيس ومكمل دورتها داخله. عندك سؤال آخر وزاري مهم جدا، اذكر طرائق لتمغنط المواد للحصول على المغانط الدائمة والمؤقتة. الجواب عندك طريقتين تقدر تحصل على المغناطيس. أولا طريقة الدلك، ثانيا طريقة الحث، ولكن طريقة الحث عندي أيضا بطريقتين. الطريقة الأولى أو ألف التقريب، باء التيار الكهربائي المستمر. عندك سؤال آخر وزاري، على ماذا تعتمد قوة المغناطيس الكهربائي؟ أولا مقدار التيار الكهربائي المستمر المنساف في الدائرة. اثنين عدد لفات السلك حول المادة. ثلاثة نوع المادة المراد مغناطتها. عندك سؤال آخر وزاري، كيف يفقد المغناطيس مغناطيسيته؟ أولا الطرق القوي، اثنين التسخين الشديد. عندك ملاحظتين، تصنع المغانط المؤقتة من الحديد المطاوع. أعزائي الطلبة، هذا بالنسبة للفصل الثاني. لهنا أنا راح ينتهي عدة هذا الفصل. الفصل جدا بسيط وكلش قليل، وتجي تقريبا على 8 درجات في امتحان الوزاري. ولهنا ينتهي عندنا هذا الدرس. مدرس المادة الأستاذ محمد فؤاد أسد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.